فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصابها مرض السرطان عافانا الله وإياكم، وتساقط شعر رأسها. سؤالها: هل يجوز أن تتخذ الباروكة على رأسها أم ماذا تصنع؟ لا، الباروكة وصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، تصبر على ذلك وينبت شعرها إن شاء الله، تغطي رأسها وتنتظر ينبت شعرها إن شاء الله. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.